السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم ومساء النور عليكم. يوم جديد وفيديو جديد من قناتكم الاولى الخاصه بالبلا. واذا ما مشترك اشترك، لايك للفيديو يوصل لك اي شيء جديد. محدثكم علي الصياد. هذا الفيديو يخص فقره سؤال وجواب، ننطي به الاسئله اللي تجينا على اجوبتكم. مستمرين ان شاء الله بهاي الفعاليه يعني بين يوم ويوم. طلب صغير من عندكم يعني، واول مره اطلب، يا ريت لايك للفيديو. يعني شويه نواجه مشكله انه الفيديو ما يصعد مثل قبل، يعني ما يوصل للكل، فياريت لايك تعطي للفيديو، واذا تسوي مشاركه على الجروبات اللي بالفيس انا اكون ممنون من عندك، حتى بس توصل المعلومه للكل. اوكي نبلش بالتعليقات مال الفيديو الاخير اللي نزلناه من رحمان. اول تعليق يقول علاوي كل البلابل يطلع ذي المدرج لو بس بعض البلابل. سؤالك حلو كلش باوع. للتوضيح انه الذيل المدرج حالة مؤقتة ترى، يعني مو انه حالة ثابتة بالبلبل. هاي وحدة. اثنين، كل البلابل تدرج. هسه اكو واحد راح يقول شنو مدرج او شنو تدرج. باوع، المدرج شايف الذيل، التطريز مال الذيل، التطريز نقصد به النهاية البيضة مال الذيل، ذيل مو لونه اسود ونهايته بيضة. اوكي احنا مسميه هذا ذيل مطرز، يعني طلع البياض بيه. هذه الحاله تصير ورا ما يطلع من التلك الاول، يعني ورا ما يعبر السنه. اكو بيهن قبل السنه ما يبين البياض، واكو بيهن لا، يعني مخلف 4 أشهر بيه بياض بذيله. بس بصوره عامه من يعبر السنه التلك الاول يطلع الطراز هذا الحلو بالنهايه البياض، الذيل الابيض. اوكي، التدريجه شنو هي؟ التدريجه حاله مؤقته فقط، من يصفي الذيل. البلبل اذا تغذيته صحيحه ونظافته صحيحه وقفصه حلو واسع كبير، واذا كنت من جماعه اللي يفكون البلبل بالبيت يطير، هنا الانسيابيه مال الطيران مالته من يطير تساعد على تساقط الذيل مالته بشكل تسلسلي. راح تقول شلون يعني؟ يعني انا اقول لك، اول ما يبدي يوقع الذيل مالته، الذيل القديم يعني اذا نقصد به من يبدي يدرج، اول ما يبدي يوقع توقع الريشتين الطبق اللي بالنص بنص الذيل. هو ذيل البلبل 12 ريشه ومرات يطلع 11 ريشه، حكي عدل. فالريشتين اللي بالنص اول شيء يوقعن، وراهم 3 أيام او يومين بالضبط توقع اللي بصفن منه ومنه، وراها بيومين ثلاثه توقع اللي بصفن منه ومنه، وراهن وهكذا. بس من توقع هاي الريشه شو تسوي باوع؟ هاي البلابل اللي صحتها فول، انه بس توقع الريشه هو منسل ريشه جديده، يعني الريشه الجديده تدفع الريشه القديمه فتطلع من مكانها، تجهز بعدها الريشتين اللي بالتعارف وهكذا، تدفع تدفع تدفع. ايش راح يصير عندك الذيل؟ لانه درج وطلع هيك بالتسلسل راح يطلع الذيل مدرج كانما شلون ذيل الهدهد. شايفين ذيل الهدهد يطلع مدرج من الله سبحانه وتعالى، طبعا ثابت مدرج مو بس بالتلك، لا البلبل يطلع ذيله مدرج لانه التساقط مالته صار بالتسلسل. يعني اللي ببطن وقعن، وراهم بيومين او ثلاثه وقعن بصفن وهكذا. اخر شيء تبقى الريشتين اللي بالطارف مال الذيل اليمنى واليسرى، هذا اني اخر ريشتين توقع. فمن يبدل يطلع بالتسلسل، يطلع الذيل مدرج حلو. بس هي فتره مؤقته، يعني كل شيء على شيء ما تتجاوز الاسبوعين ويساوي الذيل ويطلع ذيل طبيعي. اوكي وهاي الحاله الوحشي والاليف تصير بي، قلت لك تعتمد اكثر الوحشيات بصوره عامه يدرجن لانه بالبستان، والاليفات تبقى هاي اعتمادها عليك، تغذيتك صحيحه، قفصك كبير، نظافه مستمره اليه، هاي الاعتماد عليه. تعليق الاخر، بيش الشبشه مال صيد البلابل وصور لنا القفاص اللي يسولك اياهن كل جمعه. القفاص احنا دنزل بهن اعلان كل جمعه وبالتفاصيل بالشغل والقياس والمواد المستعمله به، بس مال شغله شلون يشتغلوا هذا الفيديو انا ما اقدر اصور لك اياه لان مو انا موجود، يعني يشتغلوا ترى بدياله وانا ببغداد، فيشتغلون ويدزوا لي اياهن. هاي وحده. اسعار الشبك مال الصيد مال بلابل هاي بالشواكه، يعني مو يمي انا ما اشتغل بهن، واسعارهن يعني حسب القياسات، لان هي دائما العرض مالتها متر ونص مترين، والطول مالتها حسب انت اللي تريده، 10 مترات 5 مترات 15 متر، فهي تبدي اسعارها تقريبا من 15000 فما فوق. التعليق الاخر، بلبل من طلع من القفص عادي يطلع، بس من اريد اخليه للقفص يرجع للقفص شويه اقرب من القفص يخاف، هاي اكثر من شهر. لا تعطي اكل ومي برا القفص،
ولا أنت تتقرب عليه حتى ترجع على القفص. عوف القفص ثابت، أهم نقطة يعني، هاي أهم نقطة إنه القفص يبقى ثابت والباب تبقى مفتوحة، ولا تعطي أكل وما يبرى القفص غصبا ما عليه راح يرجع. يعني هسه أنا أبسط شيء، أكو صديق أخذ من عندي نثية وحشية يهيج بيها الفحلة، أوكي، يعني ما صار 3 أيام 4 أيام وعلمته شلون يسوي نفس هاي الطريقه انه ما يلزمها، قال اريد اخليها تطير على قفصه، قلت له بس هيك وهيك يسوي، يعني شلون هسه قلت لكم انه القفص ثابت وما يعطيها اكل وما يبره. يقول اول يوم تاخرت، اوكي، يعني تاخرت تقريبا، يقول فاتحها من 6 العصر لل 11 بالليل، يلا رجعت القفصها زين، بس ثاني يوم يقول ساعه نص ساعه ورجعت القفصه مباشره. يعني البلبل كلش ذكي، مجرد مره واحده يطلع من قفصه ويرجع القفصه بعد يتعلم، بحيث انه شنو يعني هسه اليوم شو يقول لي؟ يقول لي فاتح لها باب القفص تطلع وتطب، هيك لهالدرجه انه تعلمت، يعني مو مثلا جاعت شويه راسا راحت اكلت ورجعت طلعت، هاي ابسط طريقه، وبس تلزمه، بس تلزمه مره واحده بعد ما يطب القفصه وراح الطير يتبهذل. علاوي ليش ما جاي ترد على التعليقات؟ صار 3 أشهر ولا يوم جاوبت على تعليقي. صديقي وعزيزي خليك بمكاني، اليوم انت عندك منشور مثلا به اقل شيء فد 200 تعليق، يعني على كم تعليق تريد ترد؟ انت تريد رد مباشر، يعني انه هسه مثلا اذا ردت على حكايتك ارد على التعليقات، يعني اذا مثلا فتحت التعليق قرأته اكتب لك الردود بالتعليق، يعني ما اقول انه فد يعني يكلفني 10 دقائق، خلينا نقول 5 دقائق على كل تعليق، يعني 3 تعليقات هاي ربع ساعة، مو هيك شيء؟ يعني 15 دقيقة 3 تعليقات، 6 تعليقات هاي نص ساعة، 12 تعليق هاي ساعة كاملة، عوفة ما نقول 24 تعليق ساعة كاملة، منو عندها وقت هالقد يجاوب؟ بعدين يعني الواحد عينه شو تصير يعني؟ تخيل ترى العين تتبهذل، زين؟ أنا سويت هاي الفقرة إنه حتى نجاوب بها على السؤال ونوصل للكل. يعني هسه اكو بيهم قرايتهم وكتابتهم ضعيفه حكي عدل، ف بده يطلع السؤال اللي هو رايده مكتوب بالتعليقات وقاعد نجاوبه شفهي افضل، وحتى الفكره توصل افضل. يعني مرات هسه انا اكتب لك بالردود، مو ما اكتب، انا بالبيج اجاوب، اوكي، بس الفكره ما توصل مثل ما اشرحها شفهي، زين. فانت تابع هاي الفقره، يعني انا هسه بين يوم ويوم دا انزل، ما معقوله انه السؤال اللي انت ردته ما لقيته بهاي الفيديوهات اللي انا ناشرها. السؤال الآخر من سجاد العبود يقول إذا البلابل يمهم قفص كوكتيل هم يأثر عليهم بالتزاوج، والبلابل هم تأثر على الكوكتيل بالتزاوج؟ إذا قفص بصف قفص يعني مو سوى مخبوطات ماكو أي تأثير، وبالعكس هنا راح يصير عندك تحفيز. هسه تقول شلون التحفيز؟ أنا هسه صارت وياي، أنا عندي هاي البلابل، أوكي، قبالهم شنو؟ قبالهم هذا القفص مال الحمام وهذا قفص مال الحمام، الحمام هنا يتزاوج، البلابل تتحفز من كيفها، من تشوف الطيور تتزاوج قدامهم هم يغارون من عندهم هم يتزاوجن، وبالعكس نفس الحاله، يعني الطيور من يشوفون البلابل يتزاوجن هن يغارن من عندهم. يعني شلون هسه التحفيز اللي يصير بالبساتين؟ ليش 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 بالربيع كل الطيور تتزاوج؟ لانه الجو يتغير وحشرات اكو، والشغله الاهم التحفيز، انه ناس تشوف ناس، من يسمع عن صوت الافراخ، من يشوفون نثي وفحل يتزاوجون، الناس تغار من الناس فكلها تتزاوج، هاي قفص بصف قفص العفو ما ياثر وهو اللي يساعد على التزاوج. لكن اذا تقول لي كل القفص واحد، لا ما انصحك بهذا الموضوع. التعليق الاخر يصير تزاوج فحل اليف ونثيه وحشيه، يعني عادي ترى باوع، هوايه من الشباب وصلت لهم فكره غلط انه الوحشي البلبل الوحشي ما يصير يتزاوج نثيه اليفه، او بالعكس الفحل الوحشي ما يصير يتزاوج نثيه اليفه او بالعكس. ليش ما يصير؟ يعني شنو السبب مثلا؟ ترى ماكو اي سبب، يعني ها اكو بيهم يقول الوحشي راح يوحش الاليف، لا 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 لا، الاليف يبقى اليف مدى الحياه، صحيح تجي فترات انه شويه يجز يعني يخاف يصير اوكي، لكن بعدين يرجع لاصله اليف، انه مجرد ان ينفرد. انا هسه اعطيك مثال، يعني انا عندي هنا فحل فايتر وحشي نار هذا، والنثيه مالته طور من دلاويه جالسه، انا مصور لكم مقطع مالتها شلون تغرد وهي باليد اوكي، وتطق جناح جالسه، يعني اخو الاليفه حتى تاكل من اليد، وهاي مزوجات منتجه. هنا عندي فحل هملاية وحشي نار والنثيه مالته اليفه، وهسه هنا مزوجات، اذا جاي يشوفون واحد بصف الاخ
اوكي، فاي تاثير ماكو بالموضوع عادي. فيديو اليوم انتهى، شكرا للمشاهده، انتظرونا باكر فيديو جديد، تحياتنا لكم.